السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مملكة جديدة من ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية. والنهاردة مملكتنا مع أشهر مملكة فيهم، المملكة اللي في الوسط، مملكة سبأ. وطبعا لازم نكون عارفين إن سبأ استمرت فترة طويلة جدا. بدايتها بعض المؤرخين بيقولوا إنها من منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، يعني الألفية الثالثة، آسف، مش القرن الثالث، يعني حوالي 2500 2600 قبل الميلاد، واستمرت حتى قبيل ظهور الإسلام. آخر ملك فيهم اللي هو سيف بن زيازن، ونختلف على إنه ملك ولا كان حاكم باسم الحاكم الفارسي، الله أعلم. لكن لو زيازن مش هو آخر ملك، فبالتأكيد ذو النواس هو آخر ملك. وتاريخ سبأ انقسم لمراحل عدة، فكان في عندنا سبأ لوحدها كمملكة، وبعدين سبأ وذو ديان، وبعدين مملكة سبأ وحضرموت وذو ريديان ويمنت، اللي هي المملكة الأخيرة اللي كان فيها اللي كانت اللي احنا بنسميها مملكة حمير، عشان نفصل ما بين الاتنين. بما ان احنا بنتكلم عن الممالك العربية والحضارة في شبه الجزيرة العربية قبل الميلاد، فبالتالي احنا بنتكلم عن سبأ الأولى. ولأن المعلومات عن سبأ كتير وتاريخ سبأ مهم وكبير ومذكورة كمملكة في الكتب السماوية، سواء الكتاب المقدس أو في القرآن، حتى مذكورة حتى في قصتين في القرآن على الأقل، مرة سيل العرم لما انهيار سد مأرب، وقصة سليمان عليه السلام وملكة ملكة سبأ اللي الهدهد قال له عليها. وبالتالي عليها اهتمام كبير، وعشان كده هتاخد اكتر من حلقة. حلقة النهاردة هنتكلم عن سبأ عموما والمكربين، عهد المكربين، الملوك هتبقى حلقة تانية. ويبقى فاضل لنا في حضارات قبل الميلاد همدان، او ممالك قبل الميلاد همدان واوسان. ممكن الحاجات دي نقول عليها اختصارات بس. وفي طبعا نبط، الحضارة النبطية هنعتبرها من حضارات شبه الجزيرة العربية، ولو انها تنتمي اكتر لحضارات الجزء الشمالي من العرب، الجزء اللي كان عايش في ارض الشام. بس هنمشيها كده. والمفروض الفاصل ما بين الحضارات القديمة، معاهم طبعا معين اللي قلناها وحضرموت وديدان ولحيان، وكان في مين معانا كمان، معين وحضرموت وقطفان، دول كلهم قبل الميلاد، قبل الغزو الروماني لشبه الجزيرة العربية. بعد الغزو الروماني لشبه الجزيرة العربية ظهرت معانا حضارات تانية، هيبقوا مع بعضهم برضو عشان نعرف علاقتهم ببعض، اللي هي بقى تبقى حضارات سبأ المتأخرة دي، سبأ وذريديان وحضرموت ويمنت، وهيدخل معاها الحضارتين المملكتين اللي كانوا في الشمال، الغساسنة والحيرة. مش هنطول في المقدمة، عموما عرفنا احنا فين جغرافيا، الموقع عبارة عن ايه. طبعا تمنع دي زي ما قلنا عاصمة قتبان، شرقها حضرموت، شمالها معين، أربعة حمية. عرفنا كل حاجة كده عن سبأ اللي احنا هنتكلم عنها، نبدأ الحوار. وزي ما الناس ما شايفة المنهجية، احنا بدأنا بمعين وربطنا الحضارات كلها بيها، دي صلاتها ايه بيها، دي صلاتها بيه، عشان اللي يتفرج على الحلقات كلها يبقى القصة مرسومة. وبنختم تقريبا بحضارة مهمة جدا اللي هي حضارة سبأ، ودي اللي هتربط الجزء التاني وهتوضح الفكرة. الحضارات دي كلها كانت امتى، كانت سنة كام، اللغة اللي هي اللغة اللي كان بيكتب بيها دي، الحروف الأبجدية، هل
الموجودة الحروف الأبجدية اليمنية فعلا أقدم ولا الحروف الأبجدية الفينيقية أقدم؟ سبق هتوضح لنا الموضوع ده، هتوضح لنا الليلة دي شوية. الكتاب اللي معانا ما يزال تاريخ العرب قبل الإسلام، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي. ومرة تانية شيء غريب إن لازم نلفت الانتباه للمعلومة إن ما يزال أبرز الكتب اللي بنجيب منها معلومات سواء عن أي حضارة شرقية ما تزال هي كتب من 1950، بقى فات عليها حوالي 70 سنة. حتى لو تيجي تدور في مصادر تانية عشان تلاقي معلومة جديدة ما بتلاقيش معلومة جديدة. طب عيد صياغة الكتاب بنفس المصادر اللي موجودة فيه، بنفس التوثيق اللي موجود في الأحداث، بصورة أحدث. اعمل تنقيح للكتاب ونزله أي حد، يعني الدنيا بتشتغل. صعب جدا إن يكون لما نتكلم عن حضارة مصر بنجيب كتب قديمة، لما بنتكلم عن حضارة كتاب فات عليه 70 سنة في علم زي علم الآثار كل يوم بيطلع أثر جديد. المهم نرجع تاني لكتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الدكتور جواد علي الله يرحمه طبعا، للشكر على مجهوده الرهيب اللي هو عامله في كتاب رائع زي كده، وإلا ما كناش عرفنا أصلا حاجة عن الحضارات دي في الأساس. كان هتنيك تتبعها في المصادر الأجنبية اللي كلها تأليف، أو حد واخد من مصدر واحد وبيفرض عليك قصة معينة وواضح إن بيبقى فيها أخطاء. عموما نركز في موضوعنا عشان نخلص. لورود اسم سبأ في القرآن الكريم فضل ولا شك في جميع أهل الأخبار ما بقى في أذهان المسنين عن سبأ والسبئين، يعني فكرة إنها موجودة في القرآن ده خلى علماء التفسير وعلماء السنة وعلماء التاريخ المسلمين يهتموا بجمع الأخبار دي بالذات. يعني الخبر اللي فيه اسم سبأ أو لو القصة ليها أكتر من ناحية، ناحية سبق وناحية معين مثلا، هتلاقي سبق هي اللي خدت الحدث كله نتيجة إن ده الاسم اللي كان مذكور في القرآن. وما كان القرآن ليشير إلى سبق لو لم تكن لهم قصة عند الجاهلية. وزي ما قلنا الحضارة الأخيرة اللي كانت موجودة قبل الإسلام في جنوب شبه الجزيرة العربية كانت سبائية، وإن كانت هي مجمعة يعني سبأ وحضرموت وذي ريدين ويمنت، مجموعة كبيرة من الممالك كانوا توحدوا تحت مملكة واحدة، اعتبرها كده مصر توحيد الشمال والجنوب. وسبأ عند الإخباريين اسم جد، عند الإخباريين سبأ ده اسم جد. طبعا المعلومة متاخدة من الكتاب المقدس بالشكل ده. أولد أولادا نسلوا وكانت من ذرياتهم شعب، وولد والده هو يشجب ابن يعرب ابن قحطان، عشان كده بنقول دايما القحطانيين بنشير بيها لسكان جنوب شبه الجزيرة العربية. وإليه نسب نسله السبائيين، وقد زعموا أن اسمه الحقيقي هو عبد شمس. أما سبأ فلقد لقب، فلقب لقب به لأنه أول من سبأ أو أول من سن السبأ من ملوك العرب وأدخل اليمن السبائي. وذكر بعضهم أنه بنى مدينة سبأ وسد مئر وغزا الأقطار وبنى مدينة عين شمس بإقليم مصر، وولى عليها ابنه بابليون أو بابليون، وقالوا أشياء أخرى من هذا القبيل. وطبعا زي ما قلنا أغلب الأخبار دي فيك، مش عشان عين شمس في مصر ولكن من أصلها كده. بابليون كمان كمدينة في مصر حديثة، مش هي بابليون القديمة. وليس في النصوص العربية الجنوبية شيء عن نسب سبأ وعن هويته، وليس فيها شيء عن اسمه أو لقبه المزعوم، كما ورد فيها أن سبأ اسم شعب كونه له مملكة، وترك عدد كبير من الكتابات وكان يتعبد لآلهة خاصة به. يعني في الكتابات بقى القديمة اللي بخط المسند، الكتابات اللي تركها السبعين نفسهم، مفيش حد اسمه سبأ. ولو ان هنلاقي فيه كتابة بتنسب لشخص اسمه سبأ بس ما حدش اهتم بيها قوي، وموردة في نفس الكتاب هنا هنجيلها الصفحة الجاية. لكن اللي نعرفه ان سبأ كان مملكة وكان شعب، ليه اتسمت سبأ الله أعلم.
نعم نشرت في كتاب الكتابة REBIG سورة كتابة ذكر أنها حفرت على النحاس وهي في مجموعة جاء فيها عبد شمس سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. طبعا الفصلة ففي نص موجود اهو، لكن دكتور جواد علي بيقول بعدها ولم تنشر الصور الفوتوغرافية لأصل الكتابة وإنما نشرت كتابتها بالأحرف اللاتينية والعبرانية، ولم يبدو المتخصصين رأيا في هذا اللوح وفي نوع كتابته وزمان الكتابة، لذلك لا أستطيع أن أبدي رأيا فيها ما لم أقف على ذلك اللوح. فبالتالي صحيح النسب موجود في اللوح، بس أنت متعرفش مكتوب سنة كام وإمتى وليه وإزاي. أما حظ سبأ في الموارد التاريخية فإنه لا بأس به بالقياس إلى حظ الشعوب العربية الجاهلية الأخرى، وقد ورد ذكر السبائيين في التوراة وفي الكتاب وفي الكتب اليونانية وفي الكتابات الأشورية. ويظن أن كلمة سيبو الواردة في النص السوماري يعود إلى أردنير باتيسي لاجاش معاصر آخر الملك أور، أي من رجال النصف الثاني من الألف الثالثة قبل المسيح، تعني كلمة سبأ. ويهمل أن كلمة سبيم التي وردت عند ملوك أور في حوالي سنة 2500 قبل الميلاد إنما تعني سيبة الواردة في العهد العتيق يعني. وهنا طبعا لأن سبأ مذكورة في الكتاب المقدس فبالتالي هتلاقي فيه تفضيل ليها، إن هي زي ما بنقول تنسب لها حاجات بتاعتها ولو مش بتاعتها كان. لكن عموما نبقى عارفين ان كلمة سبأ وردت في اكتر من مصدر من سنة 2500 قبل الميلاد عند الملوك السومريين، وطبعا الملوك السومريين منهم ملوك مملكة أور هي جزء من الحضارة السومرية على ما والله اعلم. صارت هذه النصوص السومرية أقدم نصوص تاريخية تصل إلينا وفيها ذكر سبأ، ويكون السبائيون أول شعب عربي جنوبي يصل خبره إلينا، ونكون بذلك قد ارتقينا بسلالم تاريخهم إلى الألف الثالثة قبل الميلاد. هم تقريبا أقدم شعب معانا في وسط الشعوب دي. وقد ذهب مونتجومري إلى أن السبائيين المذكورين في النصوص السومرية كانوا من سكان العربية الصحراوية أي البادية، ومنها ارتحلوا إلى اليمن، أما متى ارتحلوا عنها فليس لدى هذا المستشرق علم بذلك. ويرى بعض الباحثين أن مجيء السبائيين إلى ديارهم التي عرفت باسمهم إنما كان في ابتداء العصر الحديدي أي في القرن الحادي عشر قبل الميلاد، وذلك بعد مئات من السنين من هجرة المعينيين والقطبانيين إلى اليمن. يعني المعينيين والقطبانيين راحوا الأول وبعدين السبائيين راحوا بعدهم. عموما النظرية دي ما نقدرش نهملها لأن في القرآن تلميح ليها، مش ذكر لكن تلميح في قصة سيدنا سليمان وملك والملك سبأ. كان بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فمكث غير بعيد، وبما ان مملكة سليمان عليه السلام في الغالب كانت في فلسطين، او هو في غالب الوقت ده كان في فلسطين، فبالتالي وارد ان مملكة سبأ في الوقت ده يا في اعلى السعودية يا في جنوب الاردن، لانها مسافة مش بعيدة. وده طبعا ما يمنعش الاحتمال العكسي ان سيدنا سليمان هو اللي في الوقت ده كان في سفر وكان قرب مملكة سبأ. ورأى بعض آخر احتمال هجرة السبائيين إلى اليمن في حوالي السنة 1200 قبل الميلاد، أما هجرة المعنيين والقطبانيين وأهل حضرموت فقد كانت في حوالي السنة 1500 قبل الميلاد، وقد مارس السبائيون الزراعة والتجارة فكانت قوافلهم التجارية تصل إلى بلاد الشام، وذلك في حوالي السنة 922 قبل الميلاد على ما يستنبط من التوراة. عموما كنت يعني هو واضح هو كتبها
فكرة ان هم كانوا بيتاجروا مع الشام دي جاية من القصة اللي في الكتاب المقدس بتاع ملكة سبأ وسليمان، وهم مؤرخين لسليمان عليه السلام طبقا للكتاب المقدس سنة 920 او 950 قبل الميلاد، وبالتالي فحاطين ملكة سبأ في نفس الوقت. وذهب هوميل إلى أن السبائيين هم من أهل العربية الشمالية في الأصل، غير أنهم تركوا مواطنهم هذه وارتحلوا في القرن الثامن قبل الميلاد إلى جنوب جزيرة العرب، حيث استقروا في منطقة سراوح ودي عاصمتهم القديمة، ومأرب ودي عاصمتهم اللي هتبقى بعد كده. وفي الأماكن السبائية الأخرى كانوا يقيمون على رأيه في مواضع عرفت بإريبي أو عريبي في الكتابات الأشورية بيأرب، اللي هي يعرب يعني. ويؤيد رأيه بما جاء في النص جليزر 1155 الذي سبق أن تحدثت عنه، من تعرض السبائيين لقافلة معينية في موضع يقع بين معان ورجمت الواقع على مقربة من نجران، وعنده أن هذا النص يشير إلى أن السبائيين كانوا يقيمون في أيام ازدهار حكومة معين في أرض شمالية بالنسبة لليمن. لنا هنا 70,000 وقف. اولا احنا شوفنا في حضارة معين ان اغلب المؤرخين دول حطوا معين في فترة قريبة، يعني من سنة 600 قبل الميلاد لسنة 200 بعد الميلاد. تعرض قافلة من معين لغزو سبأي في الوقت ده، هنكتشف مع بعض كمان شوية ان السبأيين كانوا معاصرين للأشوريين وكانوا بيدوهم هدايا، وكانت عاصمة ملكهم في الوقت ده سراوح. فبالتالي لو احنا قلنا ان ايام حكومة معين كانت سبأ ساكنة في الشمال، يبقى ده هيخلي حكومة معين وحكومة قتبان سابقة التاريخ اللي موضوع لها بحوالي على الاقل 700 سنة. يبقى بدل ما حضارتهم بتنتهي 100 او 200 بعد الميلاد، لا ده احنا هنخلي حضارتهم بتنتهي 700 قبل الميلاد، حوالي فرق 900 سنة. وبالتالي هتكون كتاباتهم والابجدية بتاعتهم والابجدية بتاعت السبائيين سابقة الابجدية الفينيقية مستريح ب 400 500 سنة. وده بيخلينا نعيد تفكير مرة تانية في التاريخ، وخلينا ما نسبقش الأحداث لما نشوف الأدلة اللي بتأكد إن حكومة سبأ كانت معاصرة للدولة الأشورية. ويرى في اختلاف لهجاتهم عن لهجة بقية شعوب العربية الجنوبية دليل آخر على أن السبائيين كانوا في الأصل سكان المواطن الشمالية من جزيرة العرب ثم هاجروا إلى الجنوب. وكنا قلنا تلميح أو واحدة من الاختلافات مثلا ان هما حرف الاستقبال في الفعل بتاع سأفعل بيشيلوا السين وبيحطوا الفه اله، اسف، فبدل ما بيقول سأفعل بيقول هفعل. وعلى فكرة احنا كمصريين بنميل لده في لغتنا العامية، ما بيقولش سأضربك بيقول هضربك، هشتمك، هكمل الحلقة، بنقولها بالهه مش بالسين، ودي لهجة سبأ. فهل ده يفصلها عن اللغة العربية الأم؟ زي ما بقولك لهجة من اللهجات ومن أكتر اللهجات العامية المستخدمة في الوطن العربي اللي هي اللهجة العامية المصرية، نتيجة إن عدد المصريين كتير طبعا، بتستخدم نفس التغييرات تقريبا. وقد ذكر العهد العتيق اللي هو العهد القديم في الكتاب المقدس شيبة أو سيبة تارة في الحاميين وذكرهم تارة أخرى في الساميين، وقلنا الموضوع ده موجود على طول، يعني أنت بتلاقي الكلمة وعكسها في الإصحاح. ففي الآية 7 من الإصحاح العاشر من التكوين، وفي الآية 9 من الإصحاح الأول من أخبار الأيام، واحدة فيهم إن شيبة من كوش ابن حام، فهم من الكوشيين أي من الحاميين، إن هم أفارقة من أثيوبيا. على حين أننا نرى في الآية 28 من الإصحاح العاشر من التكوين أنهم من الساميين. وبين الحاميين والساميين فرق كبير كما هو معلوم. يعني لا ده هو العكس، ده هو في أخبار الأيام حاططهم من نسل كوش
ابن حام، فيبقى مع الكوشيين، مع زي السودانيين والاثيوبيين والكينيين اللي هم جنوب مصر. وبعدين في تلاقيه في الاول الكتاب خالص في التكوين حاططهم من نسل سام، ثم اننا نرى في التوراة انها جعلت شيبة من ولد يقطان في مواضع، وجعلته من ولد يقشان في موضع اخر. ويقطان هو ولد من ولد عامر، اما يقشان هو ولد من اولاد ابراهيم من زوجاته قطورة، وفي فرق كبير بين الاثنين. فبالتالي يعني ما عادي، ما تقفش على حرفية الكتاب المقدس، وما تاخدش منه، ما تاخدوش كمصدر وحيد للمعلومة. ويرى علماء التوراة أن ذكر شيبة أو سيبة تارة في الكوشيين أي الحاميين، وتارة أخرى في اليقطانيين أو في اليقشانيين، هو تعبير وكناية عن انتشار السبائيين ونزوح قسم منهم إلى السواحل الأفريقية المقابلة، حيث سكنوا فيها وكونوا مستوطنات بها في الإريتريا وفي الحبشة وفي أماكن أخرى. ولذلك ميزتهم التوعية عن بقية السبائيين المقيمين في العربية الجنوبية بجعلهم من أيام كوش. طبعا كل ده كلام بلح. وقد وصفت أرض شيبة في التوراة بأنها كانت مرض تصدر اللبان، ده حقيقي، وكانت ذات تجارة، وأن تجارها كانوا يتاجرون مع العبرانيون. تجار شيبة ورعمة هم تجار بأفخر أنواع الطيب وبكل حجر كريم والذهب، أقاموا أسواق حران وكنا وعدن، تجار شيبة وأشور وكلمة تجار. ده جزء من الكتاب المقدس. ويتبين من المواضع التي ورد فيها ذكر السبائيين في التوراة أن معارف العبرانيين معهم قد حصلوا عليها من اتصالهم التجاري بهم، وهي محصورة في هذه الناحية فقط. قصة زيارة ملكة سبأ لسليمان المدونة في التوراة هي تعبير عن علم العبرانيين بالسبائيين وعن الصلات التجارية التي كانت بينهم وبين شعب سبأ. ولم تذكر التوراة اسم هذه الملكة ولا اسم العاصمة أو الأرض التي تقيم بها، قالوا ملكة سبأ بس. وقد ذهب بعض نقدة التوراة إلى أن هذه القصة هي أسطورة دونها كتبة التوراة الغرض منها بيان عظمة ثروة سليمان وحكمته وملكه، وآخرون أن هذه الملكة لم تكن ملكة على مملكة سبأ الشهيرة التي هي في اليمن، وإنما كانت ملكة على مملكة عربية صغيرة في أعالي جزيرة العرب. طبعا مرة تانية الآية اللي ذكرتها في الأول، فكرة إن الهدهد مكث غير بعيد، دي ممكن تقول آه فعلا إن مملكة سبأ في وقت سليمان عليه السلام كانت في شمال شبه الجزيرة العربية، أو إن سليمان عليه السلام هو اللي في الوقت ده اللي كان في أثيوبيا أو كان في مكان في اليمن بيقوم بعمل ما، في واحدة من أسفاره حصلت له القصة دي. أوكي، بالنسبة فوق لما قلت إن التفسير بتاع إن جزء منهم سكن في إريتريا وجزء منهم سكن في الجزيرة العربية فده بلح، لا طبعا هما في فعلا لحد النهارده في اثيوبيا هتلاقي في الاوراوا اللي هما الاورومو، ودي اسم قبيلة عربية من ارم، وقلنا قبل كده على يعفر او عفار، ودي اسم قبيلة عربية واضح عندهم اللهجة العربية وان هما عرب، وكل دول مستوطنين هناك. فكرة ان هم استوطنوا في اريتريا او في الساحل المقابل دي معروفة تاريخيا. فكرة انك تغير نسبهم هي دي اللي بلح، يعني ده مش تفسير. هو ده هينقل ابوه، كون ان انا سافرت من مصر ورحت قعدت في السعودية بدل ما جدي مكان حام بقى سام النهاردة، ده الموضوع اللي بلح في الموضوع، يعني ان هو تفسير ما بيوضحش، ما بيقولكش ليه الاختلاف. واضح ان واحد في الاتنين اخطأ، يا اللي كتب حام اخطأ يا اللي كتب سام اخطأ، يا اما في اتنين سبق غير بعض، ما ينفعش يكونوا نفس السبق. كان سكانها من السبائيين القاطنين في الشمال، اللي هي المملكة العربية الصغيرة اللي كانت ملكة سبأ بتحكمها بالقرب من سليمان عليه السلام. ويستدلون على ذلك بعثور المنقبين على أسماء ملكات عربيات وعلى اسم ملك عربي هو يثع أمر السبئي في النصوص الأشورية. يثع أمر
هنجيله كمان شوية ان لا ده كان ملك في سبأ الجنوبية فعلا، في حين ان العلماء لم يعثروا حتى الآن على اسم ملكة في الكتابات العربية الجنوبية. في ملكة اسمها أمرت او مراتيم برضو موجودة معانا في نفس الحلقة النهاردة، بس هنجيلها في وقتها. ثم صعوبة تصور زيارة ملكة عربية من الجنوب إلى سليمان وتعجبها من بلاطه وحاشيته وعظمة ملكه. دي القصة اللي في الكتاب المقدس، القصة اللي في التوراة بتقول العكس. الهدهد قال لسيدنا سليمان ولها عرش عظيم، فهي عرشها كان أعظم من عرشه، العرش اللي يقعد عليه الصرح اللي كانت بتحكم فيه واضح انه كان كبير وضخم وكان عظيم. لكن فكرة برضو ان مرة تانية ان الهدهد مكث غير بعيد، وتاني نقطة ان اسمها بسم الله الرحمن، ان فكرة من منكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين، والاستعجال واحد قبل ان تقوم من مقامك، والذي عنده علم من الكتاب قبل ان يرتد اليك طرفك. فواضح ان المسافة قريبة، لو هي جاية من جنوب شبه الجزيرة العربية هتاخد لها من 3 لـ4 شهور في السكة، في وقت. وكل دي مجرد اجتهادات والله أعلم بالحقيقة في الأول وفي الآخر. ثم صعوبة تصور ما كمل، مع أن بلاط أورشليم يجب ألا يكون بالقياس إلى بلاط ملوك سبأ أعظم منه، ولهذا لا يمكن أن تكون هذه المملكة في نظر هذه الجماعة. زي ما قلنا نص القرآن هنا مختلف عشان الواحد ما ينساش يقول، إلا ملكة مملكة عربية صغيرة لم تكن بعيدة عن عاصمة ملك سليمان، قد تكون في جبل شمر أو نجد أو الحجاز. وذهب بعض العلماء أيضا إلى أن الغرض من الزيارة لم يكن مجرد البحث عن حكمة سليمان وامتحان سليمان، إنما كان لسبب آخر على جانب كبير من الأهمية بالقياس إلى الطرفين، هو توثيق العلاقات التجارية وتسهيل التعامل التجاري بينهم. السبب في القرآن واضح، ملوش علاقة بالموضوع ده. وقد ذهب المؤرخ يوسفوس إلى أن هذه الملكة كانت ملكة أثيوبيا الحبشة ومصر، زعما أن سبأ اسم عاصمة الأحباش. ونجد زعم يوسفوس هذا شائعا فاشيا بين أهل الحبشة، فهم يذهبون حتى اليوم إلى أن أصواتهم الملكة هي من سلالة سليمان وزوجة ملكة شبأ، ويدعونها مقتة أو مجدة. وقد وصف هذا المؤرخ زيارتها لقصر سليمان، وذكر أنها عادت إلى مملكتها بعد أن استمعت إلى حكم هذا النبي. وطبعا هو هيقول بعد كده يوسفوس مش ممكن يكون مؤلف الكلام ده من دماغه، اللي بيقرأ يوسفوس يعرف لا كان بيألف سنتين من دماغه، سنتين تلاتة، كان بيحط التاتش بتاعه، بيحط الفلفل والشطة والبهارات. وقد قص القرآن الكريم قصة زيارة ملكة سبأ لسليمان دون أن يذكر اسم الملكة، غير أن المفسرين والمؤرخين وأهل الأخبار ذكروا أنها بلقيس وأنها من بنات التبابعة. وطبعا فكرة أنها أو بلقيس بنت إيلي شرح أو بلقمة بنت أليا شرح، وأسماء كتير جدا اتقالت لها، الله أعلم بالحقيقة، مفيش حاجة موثقة تخلينا نرجح اسم عن اسم. وذكر بعض أهل الأخبار أن بلقيس لم تكن متزوجة حين قدمت على سليمان، فقال لا سليمان لا تصلح امرأة بلا زوج، فزوجها من سدد ابن زرعة، ده واحد من ملوك التتابعة برضه. مبدئيا تاريخيا صعب إن سيدنا سليمان يكون معاصر للتتابعة، لأن التتابعة كانوا جايين بعد كده بكتير، احنا لسه قدام لما ندخل في مملكة حمير، لسه الموضوع ما بيننا وما بينه آلاف السنين، 1000 سنة على الأقل. وفي بعض المؤرخين خلوها تزوجت سليمان عليه السلام نفسه، أخدوا من كلام يوسفوس. إحنا بنتكلم على العرب، ماشي؟ ومش هندخل في كل الكلام والمبالغات والكلام الطويل اللي اتقال في القصة، لأن زي ما قلنا القرآن موضحش الاسم ولا المكان، هو كل اللي وضحه إنها من سبأ، حتى مش ملكة على كل سبأ. ووصفها لسليمان عليه السلام بأن الملوك إذا دخلوا
قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. لا مش سبق بتاعتنا دي، مش بالشكل ده، على الأقل في وقت ما كانتش سبق فيه قوية أو موحدة، لأن هنشوف إن في مراحل. يعني حتى في عهد الميكروبين اللي هنتكلم عنه النهاردة، في مراحل، مراحل بتحس إن ملكهم توسع وسيطر على جنوب شبه الجزيرة العربية بالكامل، وفي مراحل تانية بتحس إن ملكهم انكمش ورجعوا لحدود ضيقة. وقد ذكر السبائيون في المؤلفات اليونانية واللاتينية، وأقدم من ذكرهم هو اليوناني ثيوفراستس، والمعلومات التي ورد عنهم عن جزيرة العرب وإن كانت ساذجة ذات طابع خرافي في بعض الأحيان إلا أن بعضا منها صحيح، ومش هندخل في كلام. وقد تحسنت الأخبار اليونانية واللاتينية منذ الميلاد فما بعد تحسنا عظيما، ومرد ذلك إلى الاتصال المباشر الذي تم منذ ذلك العهد وما بعده بين اليونان واللاتين والعرب، وإلى الأطماع السياسية التي أظهروها تجاه جزيرة العرب. وبيحضرني هنا قصة امرؤ قيس لما أبوه مات وحب ياخد بثار وراح عاش عند قيصر فترة من الفترات، فبالتالي القصة وإن كان بشكل غير مباشر لكنها بتوضح لنا النفوذ الروماني اللي كان موجود في الجزيرة العربية. وطبعا لتحقيق مطامع استعمارية رمت ابتلاع جزيرة العرب. وقلنا هنرجع تاني وهنشوف بليني قال ايه عن جزيرة العرب، ومدى واسترابه، ومدى طمعهم في الجزيرة العربية ووصفهم لغناها وحقدهم عليها ورغبتهم في ان تجارتها، تجارة جنوب العربية الجنوبية، تتنقل لدين الرومان. وزي ما قلنا حصلت كذا حملة عليهم، أشهرهم حملة يوليوس جالوس، وقلنا هنتكلم عن المواضيع دي كلها بتفاصيلها عشان نفهم إزاي شبه الجزيرة العربية قبل الميلاد مزدهرة جدا، فيها تجارة عالية، فيها ممالك، فيها آثار، فيها قطع حجارة، فيها كل شيء أنت عايزه، لحد قبل الإسلام بالظبط تقريبا كانت خاوية على عروشها، ما كانش فيها حاجة خالص. حتى اليمن كانت خاضعة للحكم الفارسي، يمكن حتى كمان وقت هجرة الرسول في السنة الثانية أو الثالثة من الهجرة كانت حصلت معركة ذي قار أو ذو القار، وكان قبلها اللي هي اسمهم مملكة الحيرة كانت انتهت تماما من الوجود، وبقت ملكها تابع بشكل مباشر للفرس. ويعود غالب علمنا بأحوال السبائيين إلى الكتابات السبائية التي عثرت عليها من الجزيرة العربية، ولا سيما في الجوف مقر السبائيين، وهي أكثر عددا من الكتابات المعينية والقطبانية والحضارمية. وقد أرخ قسم من النصوص المؤرخة بأيام حكم سبأ أو بأيام أصحاب الجاه والنفوذ، ولذلك صعب على الباحثين تثبيت تواريخها حسب التقاويم الحالية المستعملة عندنا. وزي ما بنقول كان في تقويم اللي هو تقويم حمير، وتقويم حمير بيبدأ عادة بحوالي سنة 115 قبل الميلاد أو السنة 109 قبل الميلاد على بعض الآراء، فمن السهل علينا أن نثبت زمنها بالنسبة لسني الميلاد، وذلك بطرح الرقم 115 أو 109 من التقويم الحميري، فيكون الناتج من السنين التأريخ حسب التقويم الميلادي بصورة تقريبية. ومبدأ تقويم حمير هو السنة التي تلقب بها ملوك سبأ بلقب جديد، هو لقب ملك سبأ وذو ريديان، وده مش معانا خالص في الحلقة أصلا، احنا بنتكلم عن ملوك سبأ بس وفي عهد اللي كان اسمهم مكربين بس. إذ يعني ذلك أن ملوك سبأ أضافوا إلى ملك سبأ ملكا جديدا، وهي أرض ذو ريديان، أرض الريديانيين، وهم الحمياريين. السبائيين اتحدوا في الوقت ده مع الحمياريين وأسسوا مملكة واحدة اسمها مملكة سبأ وذو ريديان، وبقى التأريخ بتاعهم بيتسجل من السنين دي، وده تقريبا كان سنة 115 يا 109 قبل الميلاد. وده بيقول لنا ان عموما قتبان وحضرموت
ومعين الثلاثة دول بالذات ما ينفعش يكونوا استمروا بعد سنة 109، لأن خلاص كان الحمياريين مسكوا الملك ومسيطرين على جنوب اليمن بالكامل. فأرخوا بسنة التوسع واعتبروها مبدأ لتقويم. ويلاحظ أن السبائيين لم يهملوا بعد أخذ بمبدأ التقويم الحمياري التواريخ بالطريقة القديمة المألوفة، وأعني بها التواريخ بالأشخاص وبالحوادث الجسام بالنسبة لأيامهم. حتى الملوك أرخوا بعض كتاباتهم على وفق هذه الطريقة، وأرخوا البعض الآخر وفقا للتقويم الحمياري الجديد. ولدينا أسماء عدد من الأسر والأشخاص أرخت بهم الكتابات السبائية المؤرخة، مثل آل حزفر أو حزفريم أو آل يهاحسم وسالم بن يهنعم وآل خليل. وهل الخليل هنا مقصود بإبراهيم عليه السلام ولا خليل تاني؟ الله أعلم. بس كان في تأريخ سنة كذا من الخليل، وهي تواريخ محلية لذلك تنوعت وتعددت. وقد تبين من الكتابات السبائية أن لقب حكام سبأ لم يكن لقب ثابتا مستقرا، بل تبدل مرارا، وأن كل تبدل هو لتبدل الحكم في سبأ ودخوله في عهد يختلف عنوانه عن العهد القديم. من أقدم الألقاب كان مكرب سبأ، ثم ملك سبأ. طبعا أنا بختصر الكلام، أنت عايز تقرأ السطور كاملة أوكي. ثم ملك سبأ وذو ديان، وده كان زي ما قلنا من 115 ل 109 قبل الميلاد. ثم صار اللقب ملك سبأ وذو ديان وحضرموت واليمن وأعربها في المرتفعات وفي التهاء، وده آخر لقب كان تلقب به ملوك سبأ. وبفضل الكتابات السبائية حصلنا على شيء من العلم بأصول الحكم في سبأ وبما سأكتبه وبما كتبه غيري عنهم. طب نروح للمكربين أو المكربون. مرة تانية اتكلمنا عن المكربين في مملكة قتبان، وده بيبين إن قتبان كانت معاصرة لسبأ في المرحلة دي. ده لقب أقدم حكام سبأ، لقب بلقب مكرب في الكتابات السبائية، ده أقدم لقب وصل لنا. وفي هذا اللقب معنى مقرب في لهجتنا، وتدل اللفظة على التقريب من الآلهة، فكان المكرب هو مقرب أو وسيط بين الآلهة والناس. مبدئيا هل مكرب هي مقرب؟ دي محتاجة انك تكون عارف خط المسند وبعدين تراجع النص اللي مكتوبة فيه، لأن القاف والكاف رغم نطقهم في اللغة العربية وفي اللغات السامية قريب من بعض، لكن ما بيتبدلوش مع بعض. أو على حسب معلوماتي أعرف إن القاف بتتبدل مع الجيم والكاف بتتبدل مع الخاء، لكن عموما لو اللي بيقرأ أجنبي أو لو اللي بيقرأ، عشان كده بقولك لازم ترجع للخط المسند اللي مكتوبة بيه الكلمة، لو القارئ انجليزي فرنساوي بلغة اعجمية هو ما عندوش حرف القاف اصلا، وبالتالي فهيكتبها كي اللي بتتعرب كاف، زي ما قلنا في قتبان بعض الناس عربوه قتبان رغم ان هي اصلا بالعربي مكتوبة بالت، وما كناش هنعرف لولا ان الدكتور جواد علي لمح ليه. فدي اول نقطة. تاني نقطة، قد كان هؤلاء المكربون أو المكربون في الواقع كهانا مقامهم مقام المزوات عند المعينيين وشوفيت، وجمع الشوفطيم عند العبرانيين أي القضاء. وجاء في كتب اللغة كرب الأمر يكرب كروبا، دنا يقال كربت حياة النار أي قرب انطفاؤه. وردك الكربيون او سادة الملائكة ودي من جام العبرانيين كريبيوم اللي هم الملائكة المقربون، منهم جبريل وميكائيل واسرافيل وهم المقربون، والملائكة الكربيون اقرب الملائكة الى العرش.
وقد قدم ملاكر حكم المكربين بحوالي قرنين ونصف قرن، إذ افترض أن حكم المكرب الأول كان في حوالي السنة 800 قبل الميلاد، وجعل نهاية حكم المكربين في حوالي السنة 650 قبل الميلاد. وهنا الموضوع مرتبط أكتر بالحضارة الأشورية، لأن آخر مكرب اللي لقب نفسه ملك وهو تقريبا كربئيل، ده أول مكرب سمى نفسه ملك في السبائيين، كان معاصر لسنحريب، فبالتالي هو مرتبط بسنحريب. سنحريب حطيناه 700 730، يبقى هو 730 دي خلصانة. ومن قبله الملك يثع أم كان في عهد سرجون، سرجون الثالث الأشوري، أو سرجون ممكن الثالث أو الثاني الأشوري عموما، اللي هو قبل سنحريب. فبالتالي احنا بنتكلم عن انهم كلهم سابقين الفترة دي، ما ينفعش يكون في مكربين بعد كده. النقطة تاني اللي انا عايز اوضحها، طبعا ده التفسير القريب لمكرب، هل يجوز تشبيه المكرب بقضاة بني اسرائيل؟ قلناها في قتبان وقلناها في سبأ، الحقيقة ان لا، فرق كبير جدا بين الاثنين. الفرق في التالي، اولا هو مش كاهن والا كان ارتبط باله، لكن احنا شفنا المكربين في قتبان، انا ما رضيتش اتكلم عليها في قتبان عشان بمنتهى البساطه كنا اول مره نشرح معناها، وسبت الناس تستمع للحلقه فتشوف هل المعنى بينطبق ولا لا. وشافوا ان المكرب بتاع قتبان كان بيتصرف كأنه ملك عادي بكامل صلاحيات الملك، وبيبني معابد لكل الآلهة بما فيهم طبعا إلههم الرئيسي دوغابة، وشفناه كمان حتى لما كانوا مسيطرين على بعض الآلهة المعينية أو بعض الأماكن بتاعت معين، كانوا الإله اللي هو وود وعثر وغيرهم من الآلهة، فهو لكل الآلهة، فما كانش كاهن وحكم بصفته الكهنوتية زي قضاة بني إسرائيل. أما مقارنة المكرب بالقاضي من بني إسرائيل، فقضاة بني إسرائيل ما كانوش بيسيطروا على حاجة، يعني كان في قضاة منهم شمشون ما كانش بيسيطر إلا على نفسه بس، كانش حاكم، ما كانش معترف بيه. يمكن ده في سن التشابه مع العربية للولاء لرئيس القبيلة أكتر من الملك، وبالتالي القبيلة نفسها ممكن تبايع الملك ده فترة والملك ده فترة، فتلاقي في نفس المكان نفس القبيلة كاتبة في سنة مأرخة بالملك الفلاني، وفي السنة اللي بعدها مأرخة بملك تاني من مملكة تانية. لكن أعتقد ملوك العربية كان لهم سيطرة على الأقل في العاصمة بتاعتهم، كان ليهم نظام حكم أساس حكم. فبالتالي المكرب لا، غير القاضي بالنسبة لي يعني على الأقل. وقد تمكن العلماء من جمع زهاء 17 مكربا وردت أسمائهم في الكتابات العربية الجنوبية، وكانوا يقيمون في عاصمة سبأ القديمة الأولى مدينة سراوح. قد رتب أولئك العلماء أسماء المكربين في مجموعات وضعوا لها تواريخ تقريبية لعدم وجود تواريخ ثابتة تثبت حكم كل ملك بصورة قاطعة. ويعد المكرب سمع علي، وده قريب جدا من اسم المكرب الاول في على قتبان، اسمه سمع علي برضو، اقدم مكرب وصل الينا اسمه، ولا نعرف اللقب الذي كان يلقب به. وقد وعد كلاسر قد عد كلاسر كتابة بجليزر 926، هو كلاسر هو صاحب الكتابة، هو جليزر يعني، من كتابات ايام هذا المكرب، وتابعوا على ذلك في ليبيا، وهي من الكتابات المدونة على الطريقة الحلزونية، زي ما قلنا انك بتكتب من اليمين للشمال والسطر اللي بعده من الشمال لليمين، فترجع من اليمين للشمال وبعدين من الشمال لليمين والعكس، ماشي في خطوط حلزونية عكس عكاسية. وقد كتبت عند انشاء بناء وصاحبها صحبم ابن يثع قرب،
وقد ورد فيها اسم سبأ ومأرب أي مدينة مأرب وفيش، ووردت فيها لفظة فراهو أي سيدة قبل اسم سما علي الذي يحكم شعب سبأ. مش عارف، ممكن تكون فراهو سيد ودي خطأ مطبعي، أو لو سيدة يبقى في لخبطة في الموضوع، سما علي ده راجل ولا ست. ودونت في النص أسماء الآلهة عثر والمقة وذات بعد، وطبعا المقة هو الإله الرئيسي في سبأ مع عثر، بس المقة هو يعتبر الرئيسي في مملكة سبأ اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة. كمان في كتابة وجدت في المكان المسمى بحرم بلقيس، وميزت عن غيرها بعلامة جليزر 800 484، وقد ورد فيها أن هذا المكب أقام جدار معبد أوام المخصص بعبادة المقة أو أوام بيت المقة إله سبأ، وقد قدم القرابين لهذه المناسبة إلى الإله عثر، وذكر الإله هابس أو هوبس. وده اللي احنا قلناه، إن المكب ما ينفعش يكون رئيس كهنة، لأنه بمنتهى البساطة مفيش إله معين بيكهن له، ومفيش كاهن بيكهن لكل الآلهة دي في وقت واحد. ممكن يكون اللقب معناه مقرب او المختار، مثلا زي ما الفرعون في مصر، مش لقب الفرعون معناها المختار، لا، يعني ان الفرعون بتبقى الالهه كلها اتفقت عليه واختارته، فهو مختار عندهم كله. ده ما يمنعش ان هو كان ملك بل. وكتابة أخرى وسمت بجليزر 901 ليدع الذرح أيضا، وقد أخبر يدع فيها أن سور بيت إله المقة وهو معبد الإله بمدينة سراوح، وأنه قرب 3 قرابين لهذه المناسبة إلى الآلهة حرمتم أو حرمة والآلهة حرمت، ويرى هومل أن هذه الآلهة هي زوجة الإله المقة. ودي ده جمال المستشرقين القدام، عندهم الرزع سهل جدا جدا بدون وجود أي دليل. والنصين جليزر 1108 و 1109 يرجعان إلى المركب يدع الذرح كذلك، وقد أخبر أنه عنا بتعمير معبد المقة، وذكر في إحداهما الإلهين المقة وعثر، وكان فيه كمان الإله ذات حميم. وعثر على كتابة أخرى في مواضع في موضع المساجد بمأرب، تبين منها أن هذا المكرب تقرب إلى إله سبأ الإله المقة ببناء معبد له. وتدل هذه الكتابات على أن المكرب المذكور قد اهتم كثيرا ببناء معبد أوام في مأرب، المعبد الذي يعرف بين أهل المنطقة باسم محرم بلقيس. وهناك كتابات أخرى تحمل اسم حكام سبأ من مكربين وملوك ووجهاء ممن أضافوا أبنية جديدة لهذا المعبد أو قاموا بإصلاح ما حدث فيه من خلل بمر السنين. وكان ليدع الذرح ولد اسمه سما علي ينف، ورد اسمه في الكتابة CIH 636، وهي كتابة ناقصة سقط أكثر ما يدون فيها. يبقى في عندنا سما علي الأول وفي سما علي يانوف. في كتابتين كمان فيليبي حطهم في عهد سما علي، اما الكتاب الاولى فصاحبها عم بن اب ام ذي يربن اللي هو من عشيرة يبران، قلنا ذي اللي هو من عشيرة كذا، ونفس اللغة كانت موجودة عند قتبان برضو نفس الفكرة. ولعله كان سيدا من ساداتها، وكان من المقربين سما علي ولشقيقه يثع أم، ولعل كان من المقربين لسما علي وشقيقه يثع أم، ولعله كان من ندمائهما. وبالدليل ورود جملة مودود سما علي ويثع أم، مودود يعني نفس المعنى بالنسبة لنا في اللغة العربية، حبيب أو قريب نديم، زي المصريين ما كانوا بيكتبوا السمير الوحيد، هي. أما الكتابة الثانية فصاحبها عم أمر بن أب أمر، وهو من عشيرة أخرى اسمها ذي لخدم، وكان واضح إن فليبي أعتقد إن الاتنين واحد، لأن الاتنين ليهم نفس الاسم، بس ده من عشيرة وده من عشيرة، فهو شخص آخر يختلف عن الشخص الأول، وإن اشترك في الاسم ولم يرد في هذه الكتابة الثانية اسم أي مكرب من المكربين.
وأشرف لبي لأن اسم ولد من أولاد سما علي يانوف سماه يدع الوتر، ولم يشر إلى أنه كان مكربا، وظهر أنه حصل على اسمه من النصوص AF 86 91 92. وتتضمن هذه الكتابة خبرا يفيد بأن يدع أمر وتر بن يدع الزرح جدد بناء معبد الإله حبس أو هوبس. أما النص CIH 492 فهو نص قديم أيضا، كتب على الطريقة الحلزونية الشائعة بين السبائيين في أيام المكربين، وصاحبه رجل اسمه حييم بن باثر رحضن، اللي هو من آل رحضن يعني. وقد قدم إلى الآلهة ذات حميم نذرا لعافيته ولعافية بنته وأولاده. وقد وضع هوميل اسم يدع البين بعد اسم يدع أمر وتر ليكون المكرب التالي، ومن أهم أعماله المذكورة في الكتابات تحصينه وتقويته أبراج مدينة نشق من مدن المعانيين، ويدل ذلك على أن هذه المدينة كانت قد دخلت في ممتلكات السبائيين في زمن لا نعرفه. وهنا نقطة ونركز مع بعض. ويرى بعض الباحثين أن استيلاء المكرب المذكور كان في أواسط القرن الثامن قبل الميلاد، وقد أمر بإحاطة تلك المدينة بسور، وقد توسعت توقعاتها إلى أنها لم تلبث أن انفصلت من السبائيين، ثم عاد السبائيون فاستولوا عليها في أيام المكرب والملك كاربئيل وتر. وهنا زي ما قلنا الوقفة وضحت، إن لو إحنا قلنا إن المعنيين انتهوا مع الملوك السبائيين الملك كاربئيل وتر او المكرب، ده كان سنة قلنا 680، هو ملاصق لسنحريب. سنحريب بعض الناس تقول 705 690 680 نفس الرينج يعني. فبالتالي في العصر ده انتهت مملكة معين، يبقى مبدئيا مملكة معين سبق الاحداث دي. وحكم بعد يدع ايل بين المكرب يثع امر، ويا هومل احتمال كونه ابنا ليدع إيلبين او شقيقا له. وذكر فليبي انه عرف بيثع امر وتر وجعله معاصرا للملك سيرجون. والنص CIH 563 مكتوب على الطريقة الحلزونية يتألف من جملة اسطر، وقد ورد فيه نعت يثع امر وهو وتر. وقد ورد في كتابة من كتابات الملك سيرجون الثاني من 722 ل705 قبل الميلاد أنه تسلم هدايا من عدد من الملوك، من جملتهم الملك يثع أمر، كان كاتبه إتع أمر السبئي، والملكة شمس ملكة أريبي ملكة العربية. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن يثع أمر المذكور في النص سيرجون هو مكرب سبأ هذا الذي نتحدث عنه. وكان هم ممن يرون أن يثع أمر المذكور في نص سيرجون هو أحد الملوك السبائيين الحاكمين على قبيلة سبائية في شمال جزيرة العرب، يعني يثع أمر تاني غير ده، غير أنه غير رأيه هذا وجعل يثع أمر هو يثع أمر الذي نبحث عنه، أي مكرب سبأ. وذلك عندما عثرت بعثة ألمانية على كتابة للملك سنحريب جاء فيها أنه تناول هدية من ملك سبأي وهو كاربئيل ابنه. فتيقن عندئذ أن الرجلين المذكورين الذين قدم الهدايا هما المكربان يثع أمر وكاربئيل، لأن صعب الابن والأب الاتنين يبقى اسمهم على اسم بعض، يعني يبقى في عندنا ابن وأب هنا في العصر في المملكة الجنوبية وليهم نفس الاسم. وبالتالي انت هنا برضو لقيت نقطة ارتكاز بالنسبة لك تقدر تربط بيها الأحداث. بس هل كانت معين ما وقعتش في الوقت ده وكانت موجودة في نفس الزمن مع مملكة سبأ، ولا كان السبائيين قدروا يسيطروا على معين؟ الموضوع ده هيفرق في المعركة ما بين مصر ومادي.
المعركة، هل بقى كان المقصود بيها المعركة هنا ما بين المصريين والميتانيين؟ مملكة ميتان، وكانت قلبت التاء دال فبقت ميدان أو مادي، هتبقى مملكة. الملخص يعني إن مملكة معين هتكون أقدم بكتير، وعشان كده زي ما شفنا كان في تقريبا فليبي تقريبا أو ليسلر كانوا حاطين نهاية مملكة معين سنة 680 قبل الميلاد أيام كرب إيل. والموضوع مش هزار ولا تخمين ولا رجم بالغيب، لأنه بالنسبة له هو شاف من النصوص السبائية إن هم سيطروا على حكام مملكة معين قبل الزمن ده. ولا أجد كاتب بقى، نرجع لكتابنا تاني، في تلك الهدايا علامة على خضوع سبأ لحكم الأشوريين، إذ استبعد بلوغ نفوذ الأشوريين في ذلك الزمن إلى أرض اليمن. والرأي عندي أن تلك الهدايا هي مجرد تعبير عن الصداقة التي كانت تربط بين أشور وسبأ. وإذا أخذنا برأي من يقول أن يثأ أمر المذكور في نص سرجون هو يثأ أمر الذي نبحث فيه، طبعا زي ما قلنا إذا أخذنا بالرأي اللي بيقول خلاص إن ده يثأ أمر وابنه كرب إيل هم اللي بعتوا الهدايا للملوك سرجون الثاني وابنه سنحريب، فبالتالي إحنا كده قفشنا ملكين نقدر نصنفه، وده هيكون نص أوضح بكتير مثلا من نص الحرب ما بين مصر ومادي اللي ممكن يتفسر أي تفسير آخر. واللي تولى الحكم بعد يثع أمر وتر ابنه المكرب كرب إيل بين. اسم كرب إيل بين وسع حدود مدينة نشق بمقدار 60 شوحة وحسن المدينة. ورد في خبر سنحريب أنه تسلم هدايا من كرب إيلو، وإن كان النص الأشوري قد نعته بملك، وذلك لأن الأشوريين لم يكونوا على علم بألقاب حكام سبأ. وهنا كونوا نعته بملك أو ما نعتوش بملك، فكرب معناها ملك عموما، حاكم بصفة ما أو بشكل ما. وولى الحكم بعد كرب إيل بين ابنه المكرب ذمر علي وتر، ولي تعود الكتابة الموسومة بهالفي 349، وقد جاء فيها أن هذا المكرب أمر بتوسيع مدينة نشقم أي نشق، وبإصلاح الأراضين المحيطة بها وبتحسين نظم الري فيها. وقد جاء في إحدى الكتابات أن هذا المكرب أمر بتجديد ما تلف وتداعى من معبد الإله عثر وإصلاحه، ولم يرد فيها ذكر اسم الموضع الذي كان فيه هذا المعبد. وتولى بعد المكرب ذمر علي ابنه المكرب سمع علي ينف، وقد ذكر اسمه في كتابات عدة من أهمها كتابة تشير إلى تعمير هذا المكرب سد رحيم أو سد رحبم أو سد رحاب للسيطرة على مياه الأمطار والاستفادة من السيول، وهو جزء من المشروع المعروف بسد مأرب الذي نما على مرور الأيام وتوسع حتى كمل في زمن شهر يرعش في نهاية القرن الثالث للميلاد، فصارت تستفيد منه مساحة واسعة من الأرض، ولقد بقى قائما إلى قبيل الإسلام، وعد سقوطه نكبة كبيرة من النكبات التي أصابت العربية الجنوبية، حتى ضرب بسقوط المثل فقيل تفرقوا أيدي سبأ. وتخبر الكتابة الموسومة بجليزر 514 أن المكرب سمع علي ينف ثقب حاجزا في الحجر وفتح ثغرة فيه لمرور المياه منه إلى سد رحيم أو لتسيل إلى منطقة يسران أو يسران. وده بيرجعنا تاني لموضوع قدرتهم على ثقب ممرات أو عمل أنفاق داخل الجبال وداخل الحجارة الضخمة. المرة اللي فاتت كان في كتبان، كان عشان يمشوا القبائل يمشوا القوافل بتاعة التجارة، المرة دي في سبأ كان عشان تبقى ممرات للمية، حفرين ممرات للمية وسط الجبال. وكتابة هذا المكب هي أقدم وثيقة وصلت إلينا عن سد مئن، إنها شهادة مهمة تشير إلى مبدأ تاريخ هذا السد،
ولكنني لا أستطيع أن أقول أن السد كان من تفكير هذا المكر وعمله، وأنه أول من شق أساسه ووضع بنيانه. إن هذه الكتابة هي وثيقة ترجع تاريخ السد إلى جملة مئات من السنين سبقت الميلاد، ترجعه إلى حوالي السنة 750 قبل الميلاد على رأي بعض الباحثين. وصار المكب يثع أمر بين على سنة أبيه المكب سمه علي يانوف في العناية بأمور الري، فأدخل تحسينات كبيرة على سد مأرب وأنشأ له فروعا جديدة، ففتح ثغرة في منطقة صخرية لتسيل منها الماء إلى أرض يسران، وزاد بعمله هذا في التحكم والسيطرة على الماء، وعمل على تعلية سد رحبم أو رحاب القديم وتقويته، فوسع بذلك الأراضين الزراعية وزاد في ثروة أهل مأرب الذين زاد عددهم حتى تغلب على عدد سكان صراوح عاصمة المكربين. وتمكنت مأرب بذلك من منازعة هذه العاصمة إلى أن تغلبت عليها، فصارت العاصمة للسبائيين ومقر حكم سبأ وصاحبة معبد المقة إله سبأ الكبير. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن المكرب سمه علي يانوف والمكرب يثع أمر بين كان المؤسسين الأصليين لسد مأرب، ويرجعون زمنهما إلى القرن السابع قبل الميلاد، فيكون إنشاء السد إذن في هذا الزمن. وعلى رأي هؤلاء الباحثين قد استمر من جاء بعدهم في إصلاحه وفي إضافة زيادات إليه وفي توسعته وترميمه، وإذ أصيب مرارا بتلف اضطر الحكومات إلى إصلاحه. وقد أشير في الكتابات إلى تهدم جزء منه في سنة 450 بعد الميلاد وسنة 542 بعد الميلاد، وكان آخر ترميم وإصلاح له في أيام أبرهة الأشرم الحاكم الحبشي. والظاهر أن تلفا أصابه بعد ذلك فيما بعد سنة 542 بعد الميلاد والسنة 570 بعد الميلاد فلم يصلح، فترك الناس مزارعهم واضطروا إلى الهجرة منها، وإلى ذلك وردت الإشارة في القرآن الكريم. وإلى هذا المكب تعود الكتابة الموسومة بفليبي 77، وقد جاء فيها أنه صور وحصن قلعة حريب، ويشير تحصين المدن وبناء القلاع والتوسع في الأراضي إلى تعود الشعوب أخرى مثل قدبان ومعين إلى توسع السبائيين في عهد المكربين. وقد هاجم هذا المكب القدبانيين كما يظهر من الكتابة عثر عليها في مأرب، فقتل منها زهاء 4000 جندي في عهد ملك قدبان الملك سماوطر، ثم هاجم مملكة معين، ولا نعرف الخسائر التي لحقت بالمعينيين للكسر الذي في الكتابة، أي أن الظاهر يدل على أنه انتصر عليهم، ثم عقب ذلك إخضاع القبائل والمدن التي لم تكن خاضعة لسبأ حتى أرض نجران، وقد أوقع بمهريم خسائر كبيرة، فقتل منهم في المعركة التي نشبت قرب نجران زهاء 45000 رجل، وأسر 63000 أسير، وغنم 31000 ماشية. وذكر صاحب الكتابة أن من المدن التي أحرقت مدينة راجمت ومدينة العذاريل ومدينة مهريم، والظاهر أن هذه المدينة كانت عاصمة الملك، وحرقت أيضا أكثر قرى هذه المملكة ومدنها وجميع المدن بين راجمت ونجران. وقد ذكر الهمداني موضعا سماه رجمة في اليمن، وهو اسم يذكرنا بمدينة رجمة، وقد يكون هو المكان المذكور. وقد كان المكرب يثع أمر بين بأعمال عمرانية عديدة، منها بناؤه بابين لمدينة مأرب وتحصينه للمدينة ببروج بناها من البلق نوع من الحجر، بنى مرشوم وبنى نسور وعلم ومعبد فريديان وأسماء المدن اللي عايز يكملها. هذه الأعمال الهندسية التي قام بها هذا المكب وأسلافه من قبله للاستفادة من مياه الأمطار هي من المشروعات الخطيرة التي ترينا تقدم أهل العربية الجنوبية في فن الري والاستفادة من الأمطار وفي تحويل الأرض اليابسة إلى جنان. سد مأرب يعيبه فقط ان هو ما حطهوش المؤرخين الرومان في المكان اللي يستحقه، وإلا كان بقى من عجائب الدنيا السبع فعلا.
وليست هذه القصص والحكايات التي رواها الإخباريون عن سد مأرب وعن جنان سبأ باطلا، إنها صدى ذلك العمل العربي الكبير. وأظهر من كتابة ناقصة أن هذا المكرب أنشأ أبنية في مدينة مأرب، وقد أخذت عناية حكام سبأ بهذه المدينة تزداد إلى أن صارت مقرهم الرسمي، وبذلك أخذ نجم سراوح في الأفول إلى أن زال وجوده. وذكر اسم هذا المكر في كتابة أخرى دونت عند تشييده مذبحا عند باب نم أو نمام لاحتفاله بموسم الصيد المسمى باسم الإله عثر، ولا نعرف اليوم شيئا عن هذا الصيد الذي يخصص باسم الإله عثر. وقد وضع فيليبي اسم زمر علي ينوف بعد اسم، وأبوه هو يكرب ملك وتر. ويعد كرب إيل وتر خاتمة المكربين وفاتحة الملوك في سبأ، افتتح حكمه وهو مكرب على سبأ، ثم بدا له فغير رأيه في اللقب فطرحه ولقب نفسه ملك سبأ، وصار من حكم بعده على سنته فلقب نفسه ملك سبأ. كرب إيل وتر والسؤال اللي اتقال عليه ان هو قدم هدية لسرجون، هو كارب ايل وتر ولا كارب ايل بين؟ وخصوصا ان الاتنين ليهم نفس الاب يثع ام. اما اذا سألنا عن كيفية حصولنا على علمنا بان كارب ايل وتر بدأ حكمه مكربا ثم ختمه ملكا، فجاوبنا اننا حصلنا عليه من الكتابة المدونة في ايامه. ده نفس اللي حصل مع في حضرموت، برضه مملكة حضرموت، ان اتلقى اسم الملك وعليه لقب مكرب، واسم نفس الملك عليه مكرب وملك، وبعدين وعليه لقب ملك بس. فقد وجدنا ان لقبه في الكتابات القديمة الاولى هو مكرب، فعلمنا انه تولى الحكم مكربا، ثم وجدنا له لقب اخر وهو ملك سبأ، فعرفنا انه لقب جديد محل اللقب القديم، ثم وجدنا من جاء بعده يحمل هذا اللقب الجديد، فصار كارب إيل وتر آخر مكرب وأول ملك في سبأ في آن واحد. ويرجع فيليبي زمان حكم كارب إيل وتر إلى حوالي السنة 620 حتى 600 قبل الميلاد، وقد زعم أنه حكم من 620 حتى 610. وقد كان كارب إيل وتر كما تبين من بعض الكتابات التي دونت في أيامه، وهي كتابة سراوح وكتابات أخرى، محاربا صار على خطة المكرب يثع أمر بين في التوسع وفي القضاء على الحكومات العربية الجنوبية الأخرى أو إخضاعها لحكمه ولحكم السبائيين، بل زاد عليه في توسع تلك الحروب وفي إضافة أراضين جديدة إلى سبأ. وكتابة سراوح التي أشرت إليها هي من أخطر الوثائق التاريخية القديمة التي تتعلق بأخبار سبأ وبأعمال هذا المكرب الملك. دون فيها كارب إيل وتر كل ما قام به من أعمال حربية وغير حربية، فهي إذن سجل سطرت فيه بإيجاز أعمال المكرب الملك وأفعاله. ودي من الكتابات القليلة اللي تمسك لك ملك وتقول لك أنا عملت كذا وكذا 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 وكذا، زي الملوك الفراعنة المصريين ما كانوا بيسجلوا إنجازاتهم يعني. بالتالي ده أكتر ملك تقدر تتكلم عليه، أكتر مكرب تقدر تتكلم عليه، كارب إيل وتر. بداية الكتابة، هذا ما أمر بتسطيره كارب إيل وتر بين ذمر علي مكرب سبأ عندما صار ملكا، وذلك لإلهه المقة ولشعبه شعب سبأ، بأن نحر 3 ذبائح إلى الإله عثر وإلى الإلهين، وكسى صنمي الإلهين عثر وهوبس. أدى واجبه على أحسن وجه، وقام بما عليه خير قيام، لا فرق في ذلك بين كبير وصغير أو بين طبقة وطبقة،
وهبت أرض سبأ مطرا سالف الأودية دي الآلهة وحصر السيول حتى صار في الإمكان إسقاء الأراضين المرتفعة وإحياء أماكن التي حرمت الماء، وكذلك إحياء أراضين واسعة بإنشاء سد لحصر مياه الأمطار يتصل بقناة عهل لسقي مادون والأراضي الأخرى التي لم تكن المياه تصل إليها. وانتقل كربئيل وتر بعدما تقدم للتحدث عن حروبه وانتصاراته، فأشار إلى أنه غلب سدم اللي هي ساد ونقبيم مع فران جبل أروي وأحرق مدنهم وأوقع فيهم فقتل 3000. فذكر أنه أغار على زبحم ذي قشرم وعلى شركب وتغلب عليهما فأحرق من مدنهما واستولى على جبل عسمت وعلى وادي صير وجعلهما وفقا إلى مكة ولشعب سبأ، وهزم أوسان وانتهبت جميع وصر حتى حمن وحركت جميع أنفن مدينة أنف يعني وذيب ونهبت تونس. وبعد ما قال أراضي كتير بقى لو أنت عايز تكملها، وأصبت الأراضون التي تسقط بالمطر وهي رشآي وجردان بهزيمة منكرة، ونزل بأرض ثينة ما نزل بغيرها من هزائم منكرة. يعني طبعا اللي يهمه في الأراضي دي إن ينزل عليها أمطار فيقدر يزرعها. وذكر كربئيل وتر أنه ضرب وصر ضربة نقراء واستولى على كل مناطقها إلى أن بلغ أرض أوسان في أيام ملكها مرتم أو مرتوم أو مرت أو مرة مرة. فأمر جنوده بأن يعملوا في شعبها أوسان السيف، واستذل الرؤساء وجعل رؤساء المزود أو المسود هم رؤساء البلد رفيقا أو رقيقا للآلهة سمهت. أخذ حتى الرؤساء بتاعهم وخلاهم عبيد للآلهة سمهت اللي عنده، وقرر أن يكون مصير ذلك الشعب الموت والأسر، وأمر بتحطيم قصر الملك مرتوم. وتذكر الكتابة أن الملك كربئيل أمر عندئذ بضم صرم وتوابع وكذلك حمدان ولواحقها إلى حكومة سبأ، وسلم إدارة صرم إلى السبائيين. كل دي الأراضي اللي هو غزاها يعني ودمرها. واستمر كرب إيل وتر مخبرا في كتاباته أنه سجل جميع الكحد وكل سكانها من أحرار ورقيق بالغين وأطفال وكل ما يملكون وقادرين على حمل السلاح منهم غنيمة لسبأ. ثم ذكر أنه نظرا إلى تحالف ملك حضرموت الملك يدع إيل وشعب حضرموت مع شعب سبأ في هذا العهد ومساعدتهم له، أمر بإعادة ما كان لهم من ملك في أوسان إليه، وأمر بإعادة ما كان للقطبانيين ولملك قطبان من ملك في أوسان إليهم كذلك للسبب نفسه. يعني في الحرب دي كان أوسان، كان قتبان وحضرموت بيحاربوا في تحالف معاه ضد أوسان، فبالتالي رجع لهم أرضهم اللي كانت في أوسان. وهنا بتكتشف إن حضرموت وفي نفس الوقت قتبان الاتنين كانوا موجودين سنة 600 قبل الميلاد، مش متأخرين، مش من زي ما البعض قال ان هما البايت مثلا منهم قال لك من سنة 450 نشأ. لا، ده كان ليهم ملك وكان ليهم مكان وكان ليهم ملك سنة 620. وصادرت سبأ أرض نشن الزراعية وجميع السدود التي تنظم الري فيها مثل ظلم وحرمت وماء مذاب الذي كان يمون مشن. وهنا برضو بتكتشف ان كان في اكتر من سد غير سد مأرب، ان الفكرة انتشرت وملوك اليمن بدأوا كلهم ينفذوا نفس فكرة سد مأرب اللي هو فكرة انك تحجز المياه بسدود وتبدأ تغذي منها الاراضي بقية السنة. اما ما تبقى من المدينة فقد ابقاه ومنع من حرقه وهدم قصر الملك المسمى عفرو أو عفر. وزي ما قلنا في قبيلة في أثيوبيا دلوقتي اسمها قبيلة عفار.
وانتزع منها كذلك السد المعروف بذات ملك وقة، وأجره النبط علي ملك كمنة. وانتقل قربئيل بعد هذا الكلام إلى الحديث عن أهل سبل وهرم، فسقط منها 3000 قتيل، وسقط ملوكها قتلى كذلك، وأسرى منهم 5000 أسير. وكان آخر من تحدث عنهم قربئيل في كتابه هذا أهل مهارم، فذكر أنه هزمهم وهزم كذلك كل قبائل مرم، حيث تكبدوا 5000 قتيل وأسرى منهم 12000 طفل. طبعا مواقع تانية غزاة قربئيل وتر، لو انت عايز ليك في الأسماء العربية القديمة وبتحب تعمل بيها مقارنات. ثم ذكر أنه صدر كل أموال خل قرب ذي غرن وأملاكه، وسجلها باسمه كما سجل أراضي ثمدت ومسايل مياهها وحصنها ومراعيها في جملة أملاكه ومقتنياته. وإذا المقصود بثمدت هي ثمود، فنعرف إن هو خد أرض معين كلها لحد ديدان فوق، اللي هي منطقة الحجر اللي كان فيها أرض ثمود، إلا إذا كان يقصد منطقة تانية، والله أعلم. وقطع قربئيل وتر الحديث عن الأملاك، وانتقل فجأة إلى التحدث عن بعض ما قام به من أعمال معمارية، فذكر أنه أتم بناء الطبق الأعلى من قصر صلح ابتداء من الأعمدة، وأنه أقام في وادي أذنة خزان ماء نفش ومسايله التي توصل الماء إلى يسران، وأنه شيد وحصن وقوى جدار ماء يلط وما يتفرع منه من مساق ومسايل. ثم قال أنه أشيد وأقام ضرآب وملك لوادي يسران، كما بنى أبنية أخرى في وسط يسران. وقد أدت حروب كربئيل المذكورة إلى تهدم أسوار كثيرة من المدن التي هاجمها، فصارت بذلك مدنا مكشوفة من السهل على الأعراب والغزاة مداهمتها ونهبها. لهذا اضطر إلى إعادة تصويرها أو ترميم ما تهدم من أسوارها، كما اضطر أيضا إلى تسوير مدن لم تكن مصورة وتحصينها. لما هدم الأسوار بدأوا القبائل العربية والبدو يغيروا على المدن لأنها بقت سهلة. وقد دون في النصف الأول من النص أسماء في نص اللي هو جامي أو جامي 550 سجل أسماء مكربين، منهم يدع البين، يكرب ملك وتر، يثع أمر بين، وكرب الوتر. أربعة مكربين. ومدون النص والأمر بكتابته شخص اسمه طب عقرب، وكان كاهنا رشو للآلهة ذات غدر، أي كناية عن الشمس، كما كان بدرجة قبل. وقد ذكر في نصه أنه أمر ببناء جزء من جدار معبد المقة من الحد الذي يحد أسفل الكتابة أي قاعدتها إلى أعلى المعبد، كما أمر ببناء كل الأبراج وما على السقف من أبنية ومتعلقاتها، وكذلك عن أولاده وأطفاله وأمواله وعن كل ما يقتنيه. قد قام بهذا العمل أيضا لأن المقة أوحى في قلبه أنه سيهبه غلاما، ولأن يكرب ملك وتر اختاره ليشرف على إدارة الأعمال المتعلقة بالحرب التي وقعت بين قتبان وسبأ وقبائل. طبعا زي ما قلنا اللي كاتب الكلام ده تبع كرب، وده بيشير إلى أن في حرب وقعت بين سبأ وبين قتبان في وقت من الأوقات. ولأن الآلهة إلهه حفظه ومكنه من إدارة الأعمال التي عهد الملك إليه، فتولى أمر سبأ والقبائل التي كانت معها، ووجه الأمور أحسن وجه ضد الأعمال العدوانية التي قام بها أهل تهرجب وغيرهم ضد سبأ في خلال سنتين كاملتين، حتى وفقه الإله لعقد سلام سلم بين سبأ وقتبان، فأثابه يثع أمر بين على ما صنع،
ويظهر أنه كتب نصه المسكوب بعد اعتزال الخدمة لتقدمه في السن في أوائل أيام حكم كارب إيل الوتر، ولذلك تكون جميع الحوادث والأعمال التي أشار إليها قد وقعت في أيام حكم المذكورين ابتداء حكم كارب إيل الوتر. وأما النص جيمي 555 فصاحبه ذمر كرب ابن أبا كرب، وقد دونه عند إتمامه بناء جدار معبد المكة واشتراكه مع سما علي. ومن جملة ذلك تعيينه قينا على مأرب واشتراكه مع سما علي ينف في الرب في الحرب التي وقعت بينه وبين قضبان في أرض قضبان، فأدى لتلك الحرب العدد التي ينبغي له، وقد نعت أبا كرب بالنبط كرب، وهو من زلتن أو زلتان نفسه بعبد يدع البين. أو واضح إن أبا كرب بالنبط كرب ده واحد من ملوك قتبان، نعته بإن هو كان إن هو عبد من عبيد يدع البين، الملك سبأ يعني، بيجامل الملك بتاعه من الآخر. وقد دونه عند قيام بعض أعمال الترميم في كتابة تانية اللي هو جيمي 557، قد دونه عند قيام بعض أعمال الترميم والبناء في معبد المقة تقربا إلى رب المعبد بعل أوام أو الإله المقة. وقد اختتم النص بجملة ناقصة أصيب آخرها بتلف، ولم يبقى منها إلا قوله وملك مأرب. وللجملة الأخيرة من النص أهمية، لأنها تتحدث عن ملك كان على مأرب في ذلك الزمن. سقطت حروف اسمه ولم يبق منه غير الحروف الأول. ويتبين من النصوص الأربعة المذكورة أننا أمام عدد من حكام سبق لم تشر تلك النصوص إلى أزمنتهم ولا إلى صلاتهم بالحكام الآخرين، حتى نستطيع بذلك تعيين المواضع التي يجب أن يأخذوها في القوائم التي وضعها الباحثون لحكام سبق. يعني الحكام الآخر اللي ذكرهم أبا كرب ابن نبط، واللي ذكرهم تبع كرب، ما نعرفش مكانه، بس احنا عارفين بعض الحوادث وان حصلت حروب في عهده. مدن سبأ كانت مدينة سراوح هي عاصمة السبائيين في أيام المكربين ومقر المكرب، وفيها باعتبارها العاصمة معبد المقة إله سبأ الخاص. أما مأرب فلم تكن عاصمة في هذا العهد، بل كانت مدينة من مدن السبائيين. في هذا اليوم موضع خرب يسمى بخربة أو سراوح الخريبة على مسيرة يوم في الغرب من مأرب. وذكر بعض أهل الأخبار أن سراوح حصن باليمن، أمر سليمان عليه السلام الجن فبنوه لبلقيس، ولقولهم هذا هو بالطبع أسطورة من أساطير المتأثرة بالإسرائيليات التي ترجع أصل أكثر المباني العادية في جزيرة العرب إلى سليمان وإلى جن سليمان عليه السلام طبعا. وفي سراوح كان معبد المقة إله سبأ، ومن هذه المدينة انتشرت عباداته بانتشار السبائيين. من معابد هذا الإله التي بنيت في هذه المدينة معبد يفعن الذي حظى بعناية المكربين. ولم تكن مأرب عاصمة سبأ في ذلك الوقت، بل كانت مدينة من مدن سبأ الكبرى، ولعلها كانت العاصمة السياسية ومقر الطبقة المنتفذة في سبأ. أما سراوح فكانت العاصمة الروحية، فيها معبد الإله الأكبر وبها مقر الحكام الكهنة المكربون. وقد وجه المكربون عنايتهم كما رأينا نحو مأرب، فأقاموا بها معبد المقة الكبير والقصور الضخمة، وسكنوا بها في فترات، وأقاموا عندها سد مأرب الشهير. قوائم بأسماء المكربين، اللي عايز يتابع قائمة كاملة، قائمة هوميل مثلا بترتيبها اهو. وآخرهم طبعا كارب إيل الوتر، هو ده اللي كان واخد لقب مكرب ولقب ملك وفتح بقية الممالك، فاحنا واقفين معاه سنة حوالي 620. ده كان حلقتنا الأولى عن سبأ، وسبأ هتظهر معانا في حلقات كتير لأن تاريخها مراحل كتير، زي ما قلنا كذا مرحلة، سبأ العادية وسبأ وزير ديان
وحتى سبأ الأولى كانت جزء منها حكم الميكروبين وبعدين حكم الملوك. احنا خدنا أول جزء بس، أو اتكلمنا عن أول جزء بس، بعد كده حكم الملوك، وبعدين في سبأ وذريديان، وقلنا دي بداية مملكة حمير، وبعد كده حكم سبأ وذريديان وحضرموت ويمنت لما توحدت كل الممالك تحت اسم ملك واحد. وقدرنا ناخد تاريخ ثابت لبعض ملوك سبأ، زي ما شفنا الملك ياثع أمر والملك كارب إيل، الاتنين أسمائهم موجودة، زي ما شفنا في أكتر من واحد اسمه كارب إيل كمان، في كارب إيل بين وكارب إيل واتر، كذا واحد بنفس الاسم، لكن أسمائهم كانوا معاصرين للدولة الأشورية، فده ادانا تاريخ شبه ثابت، وعشان كده ما نلاقيش اللخبطة كبيرة قوي في حكام سبق في تاريخهم الزمني، مش زي معين وحضرموت. اوكي، وزي ما قلنا الأهمية بتاعت مملكة سبق، وهي إنها مذكورة قصة ملكة سبق اللي سيدنا سليمان بعت لها قصة في القرآن وقصة في الكتاب المقدس، وإن اختلف فحوى القصتين عن بعض والأسباب اللي أدت لها والأحداث اللي حصلت، لكن الإطار العام للقصة إن ملكة سبأ راحت زارت نبي الله سليمان، موجودة في القرآن وموجودة في الكتاب المقدس برضه. أتمنى إن ما كنتش طولت عليكم، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، تكون استفدنا حاجة. ده حاليا في الوقت الحالي اللي تبع الحلقات كلها بعد حلقة النهاردة يقدر يربط أحداث تاريخية بقى ببعض، يعني أنت دلوقتي بقى عندك سياق، أنت عرفت إن معين وقعت في الوقت ده، نقدر نرسم بقى الدنيا كانت ماشية ازاي، حضرموت كانت سنة كام، معين كانت سنة كام، قتبان تقريبا كانت سنة كام، تقدر تحطهم في إطار وانت وجهة نظرك فيها. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم مرة تانية، والى هنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.